بمناسبة إن النهاردة 31 ديسمبر آخر يوم في السنة، كل سنة وأنتم طيبين على السنة الجديدة وربنا يعيدها علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. أكتر سؤال اتسألته هنا على القناة دي كان سؤال ما تبطل تتكلم على الجزائر، أنتوا ليه بتتكلموا على الجزائر؟ أنتوا ليه مركزين أهو مع الجزائر كده؟ بعيدًا عن حوار المشاهدات، في حاجة مهمة لازم تعرفها عزيزي، إن أنت بطل أفريقيا، أو والله بجد، إن أنت كبير أفريقيا يا حبيبي، يعني لو ما ركزناش مع كبير الكرة بتاعتنا ركز مع مين طيب؟ ما ربنا عرفوه بالعقل، مين بطل أفريقيا النسخة اللي فاتت؟ مين اللي رايح يدافع على نسخته على بطولته في كأس الأمم الأفريقية 2022 الكاميرون؟ مش الجزائر يا حبيبي، المنتخب الجزائري هو اللي رايح يدافع على بطولته، مين المنتخب بطل أفريقيا؟ مين المنتخب اللي بيخشى الجميع مواجهته؟ منتخب الجزائر، فطبيعي إن إحنا هنجيب سيرة منتخب الجزائر في كل حاجة ليه؟ علشان خاطر احنا في أمم أفريقيا بندور على مين الفرقة القوية، مين الفرقة اللي من ضمن المرشحين للبطولة، مين الفرقة اللي عندها شكل ومستوى ثابت وبنركز معاها، ليه؟ لأن دايماً الناجح بيتم التركيز معاه، هل أنت لما كنت بتخسر وما كنتش بتوصل لكأس الأمم الأفريقية أساساً كان في حد بيركز معاك؟ لا طبعاً. انا كمنتخب مصر لما كنت بكسب 2006 و2008 و2010 الناس كانت بتركز معانا لان احنا كنا منتخب كبير وكنا بنكون من ضمن المرشحين، ما بنكونش مرشح اول دايما، احنا بنكون ضمن المرشحين. فكل الناس اللي هتقولك ان الجزائر مرشح اول ان هي تروح تاخد البطوله وترجع ده بيخدعك، بيخدعك والله بجد، لان دايما عشان تاخد اي بطوله لو انت رايح انت مرشح اول وانت اللي لازم تعمل وانت اللي لازم تكسب مش تكسب خالص. وبص على المنتخب المغربي تاني وده تراب لما بيروح مرشح لاي حاجه ما بيعرفش يكسبها. المنتخب المغربي النسخه دي يمكن يكون مش مرشح من المرشحين اساسا، لانك لو حطيت المرشحين كده هتلاقي طبعا الكاميرون صاحب الارض، عشان الكاميرون كده كده سامو القط عمل الواجب مع الاتحاد الافريقي وخلى البطوله تتلعب، فالكاميرون ممكن تتجمد بالبطوله عادي جدا عندنا في قارتنا الجميله عادي جدا. مفيش اي حاجه ممكن تخليك تقول ان الكاميرون مش مرشح للبطوله. ممكن تلاقي منتخب السنغال، ومنتخب السنغال على الورق من اقوى المرشحين للبطوله، وبعدهم بيجي المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. اه والله تخيل ان انت المرشح الثالث للبطوله، بجد والله تخيل ان انت المرشح الثالث للبطوله. ده لو بعدنا عن منتخب الكوتيفوار، المنتخب الايفواري عنده مشكله في الجهاز الفني وعنده مشاكل كتير زي المنتخب النيجيري، بس منتخب نيجيريا وكوتيفوار عندهم مشاكل زي مصر وتونس بالظبط كده، في مشاكل اداريه كتير جدا موجوده عندهم، فهم بعيد عن المنافسه، بعيد عن المنافسه اعلاميا انهم مستواهم جوه الملعب الله اعلم بيه. فانت لو فاهم انك هتروح طق 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 خلصنا السلسله مستمره رجعنا بالكاس، فانت مش في اليورو عزيزي، انت مش في اليورو. انا كنت بتكلم عن منتخب الجزائر ان اكتر حاجه مضره للجزائر ملعب سيء وحكم سيء، وانت في امم افريقيا في الكاميرون هتلاقي الاثنين احتمال، يعني هتلاقي الاثنين، ما يغركش موضوع ان الكاميرون هتنظم البطوله والملعب، هتلاقي في ملاعب سيئه وهتلاقي في ملاعب جيده وهتلاقي في حكام سيء وتحكيم سيء جدا وهتلاقي في تحكيم محترم، بس التحكيم المحترم ده مش هيديك حقك قوي، يعني مش كل فاول هيتحسب لك، خصوصا ان انت الان كلها عليك زي ما قلت لك كبير القاره، فكبير القاره في فرق كتير هتحب ان هي تكسبه علشان خاطر توقف السلسله، وفرق تانية هتحب ان هي تكسبه علشان خاطر المنتخب ده من ابرز المرشحين للبطوله. فانا عايز اقول لك انك عادي، استمتع بفكره انك المرشح من مرشحين البطوله، استمتع بفكره انك بطل افريقيا وانك كبير افريقيا قبل البطوله ما تبدا، استمتع بكل ده، مش لما حد يجي يكلمك سيبونا ما حدش يتكلم عليه ده الحسد الغيب. حسد ايه؟ احنا بالعكس احنا كمصريين كنا بنستمتع لما كل الناس بتجيب سيرتنا، ده احنا لسه عايشين على سيره الحسنه دي والله بجد. يعني رابح ماجر لما سالوه قال لك انا مش عايز اواجه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، قلت له يا محترم والله، قال لك منتخب مصر كان كبيرا وسيظل كبيرا، قلت له والله انت راجل محترم وربنا انت راجل محترم، احنا بنحب اللي يدينا البرستيج بتاعنا والله يا جماعه، بنحب احنا اللي هو يقول لك يا منتخب المصري كان من الكبار في افريقيا، احترمك قوي والله، انما تفكرني بالوضع الحالي وان احنا قاعدين ماسكين في كروش من امبارح قاعدين نديله على قفاه بسبب موضوع مروان حمدي، يا والله يا اخي كانت ذكريات. فنتمنى والله ان الناس تفتكرنا بالسيره الحسنه وما يفتكرناش بالسيره الهم وان احنا كنا منتخب على قده ومنتخب ضايع. فعزيزي استمتع بكل حاجه.